كفار قريش لما قالوا تعال يا محمد لنتفاوض معك، نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة. فأنزل الله عز وجل سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني بالحال. ثم ذكر الآيات التي بعدها في الاستقبال من باب أن يقطع عليهم ما يرغبون فيه.